المجلس الرئاسي يشكل لجنة للكشف عن ملابسات الهجوم الإرهابي في مدينة سبها. مجلس النواب يستنكر تفجير سبها الإرهابي ويطالب الأجهزة الأمنية بتعقب المنفذين. مصر تدين هجوم سبها، والولايات المتحدة تشير إلى وجود قوى مصممة على تقويض الاستقرار في ليبيا. أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الرابعة من قناة ليبيا، وفيها تتابعون أيضا: ليبيا تسجل 407 إصابات وثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا. أهلا بكم إلى التفاصيل. قرر المجلس الرئاسي مجتمعا اليوم تشكيل لجنة يرأسها وزير الداخلية وبعضوية كل من رئيس جهاز المخابرات العامة ومنسق مكتب مكافحة الإرهاب للكشف عن ملابسات التفجير الذي استهدف نقطة تفتيش بمديرية أمن سبها. ستعمل اللجنة على جمع المعلومات وكشف المتورطين وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة وتوفير الدعم اللازم والاحتياجات العاجلة للأجهزة الأمنية بالجنوب ووضع الآليات والخطط لمكافحة الإرهاب في كافة مناطق ليبيا. هذا وجدد المجلس الرئاسي إدانته للهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته شهداء الواجب، مؤكدا أن مثل هذه الجرائم لن يفلت مرتكبوها من العقاب. والحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف المتحدثة باسم المجلس الرئاسي السيدة نجوى أهيبة. أهلا بك سيدة نجوى. نعم، انقطع الاتصال. وفي خبر آخر، قال الناطق باسم الغرفة الأمنية المشتركة سبها في تصريح لقناتنا إن حجم التفجير الإرهابي كان كبيرا جدا، مشيرا إلى أن التنظيمات الإرهابية استغلت ضعف الأجهزة الأمنية في المنطقة، كما أوضح أن جرحى التفجير حالاتهم بين الحرجة والمتوسطة. التفجير تفجير واضح، تفجير خلق حفرة قطرها ممكن حوالي تقريبا متر، شظايا متوزعة في كل مكان، جثث والقطع وجدناها على بعد حوالي 150 متر من مكان الواقع. طبعا التفجير واضح، شظايا في محيط المنطقة بالكامل. السيارة اللي قامت بالتفجير لم نجد أي جزء كامل لها باستثناء جزء بسيط، يدل أن السيارة نوع توك توك زرقاء اللون، ممكن أعرفها. الجانب الأمني طبعا في سبها استغلت التنظيمات الإرهابية طبعا التوتر الاجتماعي اللي صاير في مدينة سبها، واستغلت ضعف الأجهزة الأمنية الموجودة في سبها، وهذا خلق بؤرة أو خلق مناخ طيب ومناخ رائع للتنظيمات الإرهابية اللي عمل به داخل مدينة سبها. كنا غادي طوقنا المكان، طبعا جت الكتائب الأمنية وبعض جت المديرية طبعا وضباط التحقيق، وتم انتشال البقايا الجثث والقطع، وفتح تحقيق بالواقع وفي معلومات، وان شاء الله خير يا رب بعون الله خير. جرحى مش موضحهم حاليا؟ والله ما بين، في اللي حالته حرجه وفي اللي حالته كويسه. نعم، بالعودة إلى قرار المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة للكشف عن ملابسات التفجير الذي استهدف نقطة تفتيش بمديرية أمن سبا، تنضم إلينا عبر الهاتف المتحدثة باسم المجلس الرئاسي السيدة نجوى أهيبة. أهلا بك سيدة نجوى. نعم، يبدو أن الاتصال قد انقطع مرة أخرى. وبالعودة إلى سياق النشرة، استنكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد دبيبة الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن سبها. وأكد دبيبة أن الحرب ضد الإرهاب مستمرة، وأنه سيتم الضرب بقوة بكل أوكاره أينما كانت. هذا وقدم دبيبة التعازي لذوي الضابطين النقيب إبراهيم عبد النبي المناع رئيس قسم البحث الجنائي في سبها، والملازم عباس بو بكر، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، وذلك عبر حسابه بموقع تويتر. وبالعودة إلى الاتصال تنضم إلينا المتحدثة باسم المجلس الرئاسي السيدة نجوى أهيبة. أهلا بك سيدة نجوى. مرحبا، السلام عليكم.
نعم، بداية يعني قرر المجلس الرئاسي اليوم تشكيل لجنة للكشف عن ملابسات الحادثة. متى ستبدأ اللجنة عملها وما المدة المعطاة لهذه اللجنة لتقديم التقرير؟ اسمح لي في البداية أن أقدم تعازينا الحارة لذوي وزملاء شهداء الواجب الذين قضوا جراء هذا التفجير الإرهابي الغادر في النقطة الأمنية التابعة لمديرية أمن سبعة. ونؤكد على تضامننا ودعواتنا بالشفاء العاجل للجرحى والمتضررين من التفجير. بالنسبة للجنة التي قرر المجلس الرئاسي مجتمعا اليوم تشكيلها، هي ستبدأ وتباشر عملها فور تشكيلها. فإذا هي منذ الإعلان عنها تبدأ في عملها، وطبعا مهامها كما أشرتم هي جمع المعلومات وتقصي المعلومات حول ملابسات العمل الإرهابي الذي حدث وكشف المتورطين ومحاسبتهم وتقديمهم للعدالة، وطبعا دعم الأجهزة الأمنية في الجنوب وفي مدينة سبها تحديدا بالاحتياجات الأمنية اللازمة. وعليه فإن عملها ينتهي باستيفاء هذه المهام وبتحقيق هذه المهام المكلفة بها، تبدأ بجمع المعلومات والعمل مع كل الأطراف ذات الصلة سواء مديرية أمن سبها أو غيرها من الأجهزة الأمنية التي يمكن أن تسهل عمل هذه اللجنة، وينتهي عملها بتحقيق هذه المهام التي أسندت لها. نعم سيدة نجوى، كيف ستعمل هذه الأجهزة على دعم الأجهزة الأمنية بالجنوب بالتواصل مع الحكومة؟ طبعا وزارة الداخلية، السيد وزير الداخلية لحكومة الوحدة الوطنية هو الذي يرأس عمل هذه اللجنة، وعضويتها ستكون من السيد رئيس جهاز المخابرات العامة وكذلك بعضوية من جهاز مكافحة الإرهاب. سيعملان الجهتين في العضوية وكذلك في الرئاسة مع أطراف أخرى من عين المكان إذا لزم الأمر ومن أماكن أخرى بما يسمح بكشف الحقيقة وكشف المتورط وتجنب أي أعمال تخريبية أو إرهابية أخرى في المنطقة وفي كافة أنحاء ليبيا. التفاصيل التنفيذية سترأسها وزارة الداخلية أو السيد وزير الداخلية متعلقة بعمل اللجنة. كما تعلمون الأمور التنفيذية جميعها تتولاها الوزارات التابعة لرئاسة الوزراء أو التابعة للحكومة. نعم، هل ما جرى سيدة نجوى سيدفع المجلس الرئاسي لتسريع عملية توحيد المؤسسة العسكرية؟ بالتأكيد طبعا الجهود لتوحيد المؤسسة العسكرية وتثبيت وقف إطلاق النار وتنظيم الأمور الأمنية وغيرها من استحقاقات المرحلة طبعا لابد أن تتم في أقرب وقت ممكن، لكن هناك أطراف أخرى هي التي من اختصاصاتها وهي تعمل على هذه الأمور. المجلس الرئاسي يتابع مع لجنة 5+5 عملها ويثق في قدرتها على إنجاز المهام المطلوبة تمهيدا لاستكمال كل الاستحقاقات، ولكن يترك التصريح في هذه الأمور للجنة حتى لا نشوش على عملها أو نعرقل عملهم المستمر. نعم، المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، شكرا جزيلا لك. من جانبه تقدم نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان بوجناح بالتعزية والمواساة لأسر وزملاء رئيس قسم البحث الجنائي في سبها النقيب إبراهيم الخيالي والملازم عباس بوبكر اللذين ارتقيا نتيجة الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجال الشرطة المتمركزين في بوابة بطريق سبها الزراعية. هذا وأكد بوجناح التزام وزارة الداخلية بتكثيف التحقيقات وكشف ملابسات الحادث وتحديد الجناة، متعهدا لأهالي فزان بمتابعة تطورات الهجوم ومنع تكراره، بالإضافة إلى العمل على تأمين بوابات مديريات الأمن في الجنوب. بدوره استنكر مجلس النواب التفجير الإرهابي الذي تبناه تنظيم داعش، وأهب المجلس في بيان له بالأجهزة الأمنية والعسكرية إلى ملاحقة وتتبع بؤر الإرهابيين والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه استهداف أمن الوطن والمواطن. كما أدان تكتل فزان النيابي في بيان له الهجوم الإرهابي على البوابة التابعة لوزارة الداخلية في مدينة سبها والذي راح ضحيته ضابطان من البحث الجنائي، مطالبا الحكومة والمجلس الرئاسي بفتح تحقيق في ملابسات الحادثة ومحاسبة كل من شارك فيها، ومشددا على ضرورة تقديم العناية الصحية الخاصة للجرحى.
هذا ودعا تكتل وزارة الداخلية لتقديم تقرير مفصل لمجلس النواب وتغيير القيادات الأمنية في المنطقة وإرسال قوة من الجيش لتأمينها. والحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف عضو مجلس النواب مصباح دومة. أهلا بك سيد مصباح. مرحبا بك، أهلا وسهلا. نعم، بداية ما تعليقك على هذه الحادثة؟ أولا نقدم التعازي لأهالي الشهداء، أو ثاني شيء احنا الأمر بتاع العمليات الإرهابية حصل في سبها أكثر من مرة، وفي قاعدة براك وفي 2016 و2021 نلاحظ من الحكومات أنها تعطينا كلام مرسل بأنها ستحقق وستكتشف، ونحن عندنا سابقة معها. نحث الجميع لأنهم يطلعوا لنا نتائج حقيقية ويعملوا لنا بشيء بالأرض، سواء المجلس الرئاسي أو حكومة الوحدة الوطنية، ونتمنى أنهم يعطونا شيء على الأرض، لأن سوف وسنعمل وسنقوم. الأمور هذه الحقيقة شفناها في حركات سابقة ولم تحدث لنا أي تغيير، وما زلنا نرى أن ليبيا هي شمال فقط، الجنوب الآن الحدود مفتوحة، تهريب الوقود، تهريب البشر، نعم، تجارة المخدرات والمواد الحبوب بتاعت الهلوسة. أنا أشوف أن لابد أن يكون في أمر فعلي، وتغيير القيادات اللي موجودة الآن في الجنوب أثبتت فشلها الحقيقة، لابد من تغييرها وعدم يعني وضع أشخاص غير قادرين على حماية المنطقة. المنطقة من 2011 وهي في حالة صراع، كتبنا العديد من الجهات يعني في الحكومات المتتالية أن الوضع سيء في مدينة سبا، ويجب يعني بسط الدولة سيطرتها، ولكن للأسف غياب الدولة طيلة هذه المدة هي السبب الرئيسي في أن المنطقة تعاني من داعش، وإذا استمر هذا الوضع ستكون فزان ولاية لدولة داعش. سيد مصباح، يعني أنتم كنواب ما هو دوركم الآن وما هي مطالبكم لضمان عدم تكرار مثل هذه الأمور؟ احنا أصدرنا بيان باسم تكتل فزان النيابي، وضحنا فيه أربعة أو خمس نقاط رئيسية. طلبنا المجلس الرئاسي والحكومة بأداء الأدوار المنوطة بهم، العملية ليست بيانات أو استنكار أو إدانات. نحن نفقد أبنائنا كل يوم في سبها نتيجة الأعمال الإرهابية وظاهرة الحرابة والقتل والسرقة اللي تحصل في المدينة، والحقيقة الحكومات كلها تعيدنا ولا تفي بوعدها. ليبيا ليست شمال فقط، ليبيا جنوب. نحن بهذا باستمرار هذا الإحلال بهذه المنطقة وغياب الدولة، الدولة ليست صور وموائد للأكل يقوم بها المسؤولين، بل هي فعل وواقع موجود على الأرض. نحن نشوف أن استمر المرحلة والطريقة هذه حيكون التهديد الكبير لقوت الليبيين للحقول النفطية، وسيكون الإرهاب هو المسيطر عليها إذ لم تتحرك الحكومات والأجهزة الأمنية والقيادة العامة باتجاه الجنوب وتأمين الحدود. نعم. نحن نعلم الاضطرابات الموجودة الآن، بوكو حرام موجودة في 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 فزان، العصابات الإرهابية المنظمة يعني تجتاز الحدود موجودة الآن، والكل واضح أمامه، ولكن في ثبات كبير جدا من الأجهزة الأمنية ومن المسؤولين. نحن كأعضاء مجلس النواب نتابع مع الحكومة هذا الأمر، ولكن الحكومة يعني كنا في انقسام بين حكومتي شرق وغرب. الآن مديرية الأمن سبها يعني تستخدم في أربع سيارات خمسة، يعني سرقة السيارات اللي موجودة الآن من ضمن الأربع سيارات. أفادني مدير أمن سبها أن رفعها للسيد اللي كان مكلف من السيد عبد الله السني، الذي نسمع منه كلام فقط. ونحن طالبنا برسالة قدمناها للنائب العام بمحاسبة الوزراء والمسؤولين في الحكومات السابقة، ولم نرى أي تحرك من النائب العام، ولم نرى أي خطوات عملية لمحاسبة هؤلاء المسؤولين الذين يأتون للكراسي ينهبون ويأتون في الأرض فسادا،
والمواطن كل يوم يقتل في 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 ليبيا كافة وفي فلسطين. نعم. عضو مجلس النواب مصباح دوما كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. هذا ونعى المجلس البلدي سبها ببالغ الحزن والأسى شهداء الواجب من رجال الإدارة العامة للبحث الجنائي الذين استشهدوا جراء الهجوم الإرهابي الغادر أمس. طلب المجلس كافة الجهات الأمنية المعنية بالتصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية والكشف عمن يقف وراءها والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن. دوليا أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن مدينة سبها. تقدمت مصر بتعزيها وصادق مواساتها لليبيا حكومة وشعبا ولذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم متمنية الشفاء العاجل للمصابين. جددت مصر في بيان نشرته وزارة الخارجية وقوفها الكامل مع ليبيا ضد كل من ينال من أمنها واستقرارها ودعمها في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب. كما أدانت الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم أمس في مدينة سبها مشيرة إلى أن هناك قوى مصممة على تقويض الاستقرار والوحدة في ليبيا. هذا وأكد البيان الأمريكي أنها ستقف مع الملتزمين ببناء مستقبل ليبي أكثر استقرارا وذلك من خلال إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل وتوحيد مؤسسات البلاد ومكافحة الإرهاب بالإضافة إلى العمل على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. نظمت جمعية أدز للتاريخ والثقافة والتراث في بني وليد جلسة حوارية تحت عنوان التأثير الإيجابي والسلبي للإعلام على الانتخابات بمشاركة جمع من أساتذة وطلبة قسم الإعلام بجامعة بني وليد ومنتسبي المنظمات الأهلية بالمدينة. ناقشت الجلسة التي عقدت بمسرح كلية الآداب استعدادا للاستحقاق الانتخابي نهاية العام عددا من المحاور من بينها دور الإعلام في الانتخابات والمسؤولية الاجتماعية لإنجاحها ودور قادة الرأي من شخصيات سياسية واجتماعية في توعية الرأي العام. نلتقي في الحوارية التي نظمتها جمعية آدس بالتعاون مع حملة المادة 40. طبعا هذه الحوارية تأتي ضمن عدة حواريات قامت بها جمعية آدس بالتعاون مع المادة 40. المستهدفين اليوم هم مفوضية المجتمع المدني، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مكتب بني وليد، طلبة وطلاب كلية الإعلام، الأكاديميين في كلية الإعلام، مؤسسات المجتمع المدني بصفة عامة، الإعلاميين بصفة عامة داخل المدينة. طبعا تهدف هذه الحوارية أو لتوعية الناخب بالإضافة إلى دور الإعلام وتأثيره على الانتخابات في المرحلة المقبلة. تسلمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات شحنة من صناديق الاقتراع والتي تأتي في إطار استعداد المفوضية للاستحقاقات الانتخابية القادمة. يشار إلى أن هذا الدعم يأتي كجزء من الدعم الدولي المقدم للمفوضية عن طريق مشروع تعزيز الانتخابات من أجل ليبيا بيبول. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية. أضاف بيان المركز الأخير تسجيل 3 حالات وفاة وتماثل 208 مصابين للشفاء، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 187,685 مصابا والوفيات إلى 3,146. شرعت الخدمات الصحية في بنغازي في تطعيم حجاج بيت الله الحرام وذلك بوحدة تطعيم البالغين والمسافرين التابعة لقسم الأمراض السارية والمتوطنة. هذا وجرى تطعيم المستهدفين بأداء فريضة الحج لهذا العام بنوع أسترازينيكا، كما تم تقديم النصائح والإرشادات الصحية لهم. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى 5/6 اللي هو يوم السبت تطعيمات حجاج بيت الله اعتبارا من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساء، نظام يوم كامل إلى أن يتم تطعيم جميع الحجاج نظرا لما تطلبه الدولة السعودية من دخول
الحجاج ضروره تحصلهم على عدد جرعتين من لقاح الأسترازينيكا بالنسبه للحجاج الليبيين. اليوم وبعد انطلاق الحمله اليوم باذن الله تعالى بالتنسيق مع الاوقاف تقوم اللجنه او تقوم الاداره بتطعيم الحجاج بيت الله الحرام ان شاء الله باذن الله تعالى. اليوم من الساعه 6 صباحا الى 6 مساء سيكون كافه الحجيج تلقوا التطعيم بشكل منظم، العدد تجاوز 700 حاج. انطلقت بمركز الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية سيرت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا لحجاج المنطقة الوسطى التابعين لمدن ومناطق سيرت وبوهادي وهراوة وبنجيم وزمزم وذلك بالمركز الصحي الزعفران. اليوم الحمد لله بشرنا في تطعيم كورونا لحجاج بيت الله الحرام. الأسبوع الماضي طعموا حجاج بن وليد وترهونة، واليوم سرت والجفرة، والحمد لله ماشي الأمور. اللهم صلي وسلم وبارك على طيب المرسلين، إن شاء الله الله يسخر الحال، وصلنا الله لبيت الله، نمشوا سالمين ونجوا سالمين، جميع المسلمين والعالمين، ويهني الله البلاد والعباد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله، ورب يوفق ويتم لنا بخير إن شاء الله. ومتمتم في تطعيم الحج، ورب يوفق الجميع ويسهل الأمور ويهدي البلاد والعباد، ورب يوحدهم كلمة واحدة إن شاء الله. تفقد وزير الصحة علي الزناتي أمس مستشفى المرج التعليمي ضمن سلسلة من الزيارات التفقدية أجراها لعدد من المرافق الصحية الواقعة بالمنطقة الشرقية. اطلع زناتي على سير العمل داخل أقسام المستشفى، كما تفقد مخازن الأدوية والمختبر الطبي. وعقب انتهاء الزيارة عقد وزير الصحة اجتماعا مع مسؤولي المدينة، نوقش خلاله الوضع الصحي العام بالمرج في ظل انتشار جائحة كورونا. انطلقت ببلدية سواني بن آدم الدورة التدريبية في مجال الاستراتيجيات الحديثة في التدريس، والتي تستهدف 20 معلمة من مرحلة التعليم الأساسي في تخصصات العلوم واللغة العربية والرياضيات. وتتمحور الدورة حول إدراك الأسباب الحقيقية للتغير السريع في كافة مجالات الحياة والتعليم، والتعرف على مفهوم وخصائص الاستراتيجيات الحديثة في التدريس. الفئة المستهدفة لهذه الدورة معلمات التعليم الأساسي. عناصر هذه الدورة اللي هي طرق حل المشكلات، وطرق التعلم التعاوني، وطرق أنماط التفكير الإبداعي مع القبعات الست. بحث وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي خلال لقائه رئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية وعمداء بلديات جردس والساحل وجنوب الجبل الأخضر، بحث الصعوبات الإدارية التي تواجه بلديات المنطقة الشرقية. هذا وتم الاتفاق على ضرورة الإعداد لاجتماع مع كافة بلديات المنطقة الشرقية لمناقشة مشاكل هذه البلديات وبحث سبل حلها. التومي من جهته أكد حرصه على دعم ومساندة بلديات المنطقة الشرقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. في شأن آخر، أعلنت بلدية عين زارة تعليق العمل بديوان البلدية على خلفية الاعتداء المسلح على مقرها الرئيسي بمحلة الفرناج دون أي صفة رسمية، والذي تعرض على إثره بعض الموظفين للضرب والصب والشتم، عدا عن اقتياد عميد البلدية عبد الواحد البلوي إلى جهة غير معلومة وفقا للصفحة الرسمية للبلدية. الرابعة مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. تواصل الوقفات الاحتجاجية لموظفي شركة الكهرباء للمطالبة بحقوقهم المالية. Yeah.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نظم عدد من العاملين في شركة الكهرباء بطبرق وقفة احتجاجية لمطالبة الجهات المسؤولة في البلاد بزيادة رواتبهم وتوفير العديد من الميزات أسوة بغيرهم من القطاعات. هذا وأكد المحتجون في بيان لهم أن هدفهم الأساسي الاستمرار بالعمل وتوفير الخدمات الكهربائية التي يحتاجها المواطن. السادة الكرام، يجب عليكم وفي أسرع وقت العمل على تحقيق مطالبنا الشرعية والتي تضمن استمرارنا في أدائنا لوظائفنا المكلفين بها، وهي تتلخص في الآتي: 1. رفع قيمة مرتبات العاملين بالشركة لما يوازي مرتبات القطاع المماثل للشركة، وهو قطاع النفط في ليبيا، لأهمية الكهرباء وأهمية العاملين فيها من فنيين ومهندسين وخبراء ليبيين. 2. تفعيل التأمين الصحي لكافة العاملين وأسرهم في الداخل وفي الخارج وضمان سيره، والذي أقره قانون العمل وأكدت عليه لائحة العمل بالشركة ولكن لا وجود له في الواقع. 3. إصدار التعليمات لمجلس إدارة الشركة لإنجاز ما عليها من مسؤولية تجاه صرف مستحقات العاملين المتأخرة منذ سنوات كعلاوة المناوبة وصرف بدل العمل الإضافي والتسويات الوظيفية المختلفة التي تؤثر على حياة الوظيفة للعاملين مباشرة. 4. تزايدت أعداد الإصابات وحالات الوفاة بالشركة بسبب ندرة وسائل السلامة المهنية وأدوات العمل الآمنة والمعدات والآلات الخاصة. هذا وخرج موظفو شركة العامة للكهرباء في جالو والفروع التابعة لها تازربو وشخرة وأمرادة في وقفة احتجاجية، وأصدروا بيانا طلبوا فيه حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والمجلس الرئاسي بزيادة مرتباتهم وإعادة التأمين الصحي للموظفين والإسراع في صرف المستحقات المتأخرة وعلاوات الخطر. إننا نطالب بما يلي: 1. زيادة المرتبات أسوة بالقطاعات الأخرى. 2. إعادة التأمين الصحي لموظفي الشركة العامة للكهرباء. 3. الإسراع في صرف الفروقات والمستحقات المتأخرة. 4. إعادة صرف علاوة الخطر لكل موظف حسب طبيعة عمله. 5. الاهتمام بإصابات العمل وتوفير العلاج المناسب داخل وخارج ليبيا. 6. إلغاء ضريبة الدخل من ضمن استقطاعات المرتب. كما طلب عمال شركة الكهرباء بالمنطقة الغربية خلال وقفة احتجاجية بزيادة مرتباتهم بنسبة تتماشى مع طبيعة عملهم وصرف علاوة المناوبة وتفعيل التأمين الصحي، إضافة إلى صرف الفروقات والمبيت وجبر الضرر أثناء الواجب وصرف العلاج لهم وتوفير معدات الأمن والسلامة. زيادة مرتبات قطاع الكهرباء بنسبة تتماشى مع مجهوداتهم وخطورة مشاق عملهم. 2. تفعيل التأمين الصحي لكافة العاملين. 3. صرف الإضافي وعلاوة المناوبة والحقلية والخطر والمهنية وحوافز الجباية حسب طبيعة عمل كل موظف وإرفاقها مع المرتب الأساسي في حافة واحدة كما كانت في السابق. 3. صرف الإضافي والمبيت والفروقات وكل المستحقات وتعديل الدرجات الوظيفية المتأخرة عن السنوات الماضية لكل الموظفين وتعديل المستويات الدراسية للموظفين والعمل بمادة تكافؤ الفرص لتولي الوظائف القيادية في الشركة. 4. جبر الضرر وتعويض أسر الشهداء الواجب والاهتمام بالمصابين والتكفل بعلاجهم وإنهاء وتسهيل إجراءات متقاعدين والمتوفيين والموظفين. 6. توفير معدات وملابس الأمن والسلامة المهنية لموظفي الشركة كافة. من جانبهم، نظم العاملون بالشركة العامة للكهرباء بأوباري وقفة احتجاجية مطالبة بتحسين مرتباتهم أو مرتبات العاملين وتسوية أوضاعهم وكل مستحقاتهم وحقوقهم. هذا ودعا المحتجون المسؤولين بالحكومة والشركة العامة للكهرباء لضرورة تنفيذ مطالبهم بزيادة المرتبات وتفعيل التأمين الصحي للعاملين بالشركة وتوفير أدوات ومعدات السلامة المهنية، إضافة إلى استكمال مبنى مكتب الشركة بمنطقة بنت بيا المتوقف منذ سنوات. نطالب بالآتي: 1.
زيادة في المرتبات تضمن العيش الكريم للموظف. 2 تفعيل التأمين الصحي. 3 صرف المستحقات المتأخرة للموظفين. 4 توفير وسائل الأمن والسلامة وتدريب العاملين وتأهيلهم جيدا. وعلى السادة المسؤولين في الشركة العامة تحمل كافة المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه الموظفين. وقفة احتجاجية واضحة، وقفة كلها يبوا زيادة مرتبات، يبوا تأمينهم الصحي، يبوا صرف العلاوة، علاوة الخطر للموظفين، كل شيء منتهي يعني نشح فيه كموظفين شركة، يعني نبوا يحتبرونا كباقي الشركات الأخرى. مطالب تأمين صحي، بعض الخدمات تعتبر بسيطة في شركة العامة الكهرباء، يعني ما هيش مطالب أصلا، هذه حقوق مش مطالب، هذه حق من حقوق الموظفين في شركة العامة الكهرباء. موظف يطالب مبنى، يطالب بدورة مياه، يطالب كرسي قاعمز عليه، يطالب سيارة للصيانة، يطالب بعدة للقيام بعمل الصيانة، يطالب ملابس بحذاء، بأضعف الحاجات بيس يا رجل بيس هناك. أعلنت الشركة العامة للكهرباء طرح الأحمال لليوم لمدة 4 ساعات ونصف في الجناحين الغربي والجنوبي ولمدة 3 ساعات في الجناح الشرقي للشبكة. هذا ونبهت الشركة المواطنين إلى التواصل معها من خلال الأرقام المدرجة عبر صفحتها بفيسبوك في حال زيادة ساعات الطرح في مختلف المناطق. افتتح كل من وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ووزير الإسكان والتعمير بوبكر الغاوي أمس فعاليات معرض التطوير العقاري الرائد في ليبيا. هذا ويأتي المعرض الذي يحمل اسم سكاي لاين بتنظيم من شركة آتكس لتنظيم المعارض وبمشاركة عدة شركات محلية وتونسية، وذلك في إطار تقريب المسافات بين المؤسسات المعنية بالاستثمار والتطوير العقاري المحلية والدولية. نحن اليوم في معرض سكاي لاين اللي تم افتتاحه من معالي وزير الاقتصاد ومعالي وزير الإسكان. أحب أن أشكرهم لاهتمامهم الشديد بالمعرض وعلى قدومهم للافتتاح وعلى النظر إلى الشركات الليبية وتشجيعها، وكذلك الإخوة المشاركين من تونس كانوا ممنونين جدا بهذه الزيارة. والمعرض افتتح من حوالي ساعتين والإقبال شديد جدا زي ما تشوفوا، والحمد لله أتمنى إن شاء الله للعارضين جميعا التوفيق والنجاح. عملنا احنا في الشركة تنظيم وتوفير الدعم التقني والتنظيمي للمعرض، تنظيم عمل تسجيل الزوار واستقبالهم وتقديم الخدمات لهم بشكل يظهر المعرض في أفضل حلة إن شاء الله. هذا المعرض هو تجهيز أو استباق لمعرض أضخم إن شاء الله هيكون في شهر 10 اللي هو معرض ليبيا للبناء، اللي يعني نتمنى أن يكون هذا دعوة مباشرة للجميع للمشاركة فيه من الشركات المحلية الوطنية والدولية، وأيضا للزوار المهتمين بعملية البناء وإعادة البناء والتعمير في ليبيا إن شاء الله. أعلن مصرف التجارة والتنمية البدء في توزيع السيولة النقدية عبر فروع ووكالات مصرف التجارة والتنمية بمدينة بنغازي ابتداء من يوم غد. وبحسب الصفحة الرسمية للمصرف سيكون يوم غد للنساء فقط والأربعاء والخميس للرجال، كما سيتم السحب بواقع 1000 دينار للحساب خلال ساعات الدوام مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي. تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة نظمت بقاعة المعهد العالي للعلوم والتقنية بوادي عتبة ندوة علمية حول البيئة والمخلفات الضارة، حضرها مدير المعهد ومدير مكتب مفوضية المجمع المدني وعدد من ذوي الاختصاص. تناولت الندوة التعريف بالبيئة والمخاطر التي تهددها وسبل معالجتها وتوعية الناس بهذه المخاطر، حث الجهات الحكومية والمؤسسات العامة على الاهتمام بالبيئة، إضافة إلى إرشاد المزارعين إلى زيادة الرقعة الزراعية من أجل حماية البيئة وترشيد استخدام المخلفات والمبيدات الضارة. منظمه الزراعه والبيئه في هذه من خلال هذه الندوه انتبعت رساله لكافه المهندسين والمهتمين بالزراعه والمحافظه على البيئه، واعطاء تحفيز اكثر للمزارعين والمهندسين حول الاهتمام بالزراعه، كذلك لما فيها عود للاهتمام بالبيئه بصفه عامه.
كذلك مخاطر استخدام المبيدات الكيماويه بما في ذلك ويعني كيفيه التخلص من هذه المبيدات ومخلفات المواد الكيماويه. اقيمت ورشه عمل او ندوه بخصوص اليوم العالمي للبيئه، حيث ناول في محاضرات عن الابار السوداء اضرارها وعلى حمايه البيئه وتوعيه من اجل الهدف هي توعيه المواطن بخطوره هذه الابار وخطوره واهميه البيئه والاحتفاء والمحافظه عليها وكذلك على المياه، مياه الشرب والحفاظ عليها. نظم فريق معا للنارتقي للاعمال الخيريه والتطوعيه ببلديه وادي عتبه حفلا ترفيهيا استهدف فئه الاطفال وكبار السن، وذلك بمقر مدرسه سبيطات الاساسيه وبحضور مديري المدارس والاعيان ومؤسسات المجتمع المدني بالبلديه. لنتابع. دعما للأنشطة الترفيهية نظم فريق معا لنرتقي للأعمال الخيرية والتطوعية بمنطقة سبيطات في بلدية وادي عتبة يوما ترفيهيا للأطفال وكبار السن، وذلك بحضور مديري المدارس والأعيان ومؤسسات المجتمع المدني بالبلدية. نحن فريق معا لنرتقي للأعمال التطوعية بلدية وادي عتبة منطقة سبيطات، نقوم اليوم بحفل ترفيهي للأطفال، فئة الكبار والأطفال الأطفال والكبار لإحياء الألعاب الشعبية القديمة لتعريف بها الأجيال الجديدة. الاحتفالية شملت مجموعة من الألعاب والفقرات الفنية والغنائية والفقرات المتنوعة والمسابقة الثقافية والتي تهدف إلى تنمية روح المبادرة والابتكار وتجديد النشاط والحيوية وخلق روح المثابرة لدى الأطفال والكبار. طبعا حبينا نقوم بيوم ترفيهي، يوم ترفيهي للأطفال والكبار، ونعرفهم بالألعاب الشعبية الشعبية يعني ونكسر الروتين يعني بفترة الحجر نرحب بضيوفنا الكرام على قدومهم وحضورهم لحفل الترفيه لفئة الصغار وفئة الكبار لتعريفهم بالألعاب الشعبية، ونشكر مع الفريق فريق مع نرتقي لعمل تطوعي بالسبيطات لتعاونه. الحضور عبروا عن فرحتهم وسعادتهم بهذا اليوم الترفيهي الذي كان حافلا بالبرامج القيمة والهادفة والترفيهية، داعين إلى تكثيف الجهود والتعاون من أجل استمرار هذه الأنشطة التي تشكل حافزا للجميع لتقديم الأفضل واكتشاف المواهب في المنطقة. لم يتبقى سوى التذكير بأبرز ما جاء في الرابعة. المجلس الرئاسي يشكل لجنة للكشف عن ملابسات الهجوم الإرهابي في مدينة سبها. مجلس النواب يستنكر تفجير سبها الإرهابي ويطالب الأجهزة الأمنية بتعقب المنفذين. مصر تدين هجوم سبها، والولايات المتحدة تشير إلى وجود قوى مصممة على تقويض الاستقرار في ليبيا. ليبيا تسجل 407 إصابات وثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا. نهاية النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة. لمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا libiaschannel.com أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. في أمان الله.